وأشرف، سلام، كي داير؟ كيفاش أخويا؟ كل بخير، شيء بخير، مزيان الحمد بأمان الله، لله. الله يبارك فيك، حوت الله طيبة، يبارك فيك. الحمد لله، كي داير تاك؟ وشي مزيان؟ والله إلا بخير، الله يطول عمرك، الله يبارك، الحمد لله. كيفاش أخويا مع الكونفينمون، كيفاش الكونفينمون، الحمد إحنا لله، متابعين. الحمد لله، احنا صابرين بخير. كندوزو كونفيرمو مع العائلة، الحمد لله. كنتلزموا بالأوامر، والحمد لله كنتمنوا هذا الوباء يزول علينا، إن شاء الله، إن شاء الله نرجعوا هذا الشيء للحياة الطبيعية ديالنا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله هذا الشيء اللي كاين. كي داير أخويا مع واحد بوس كورة، كي داير؟ لاباس على بخير الحمد لله. تابع بخير أكسجين هذا، الحمد الله لله. خير. الغابة حدايا، كلشي حدايا، الأمور مزيانة. مزيان أخويا مزيان. لي زونترينمون راه متبعينك تبارك الله، غادي الامور مزيان الحمد لله، كتريكوبيري، ما بقاش الالام على مستوى الركبه، داك الشيء بدات الامور لا كتحسن. لا، شاك جور كندير لونترينمون ديالي، كندير لا ريدوكاسيون عند واحد السيد صاحبي، كنخدم تماك، كندير لا ريدوكاسيون مزيان. الالام لا، ما بقاش كيجيني الالام في الركبه دابا مزيان. كنحاولت كنخدم دابا شويه الفيزيك، نعمر، اما الالام ما بقاش كاريمون تحيد. الحمد لله الحمد لله. انا يلا ذكرت لي قبل من الحلقه ما بين اللعابه اللي استفدوا من الحجر الصحي، لانه وقف البطوله تشامبيونز ليغ موقفه، بزاف الامور موقفه، دونك نقدر نقولوا ربما ضره نافعه بالنسبه لك، لان حتى هي اوكازيون بالنسبه لك ترجع لك كونديسيون فيزيك وتلحق ان شاء الله بالدراري في الماتشات اللي جايين. وي الحمد لله، هذا الكونفينمون الصراحه دارت معايا مزيان. كنتريني، كنخدم، باش نرجع في اقرب وقت ان شاء الله مع الزملاء ديالي، باش نعاون ليكيب ديالي. والحمد لله انا غادي، ما كندير الترويض ديالي باش نرجع نعاون الدراري ونكون مزيان ان شاء الله. ان شاء الله دابا الترويض حتى هو دوزتي تقريبا لا بارتي الكبيره، دابا باقي شي حاجه صغيره في لي زونترينمون، كنتي شويه في القاصح ولا باقي دوسمون مي لا سيغمون؟ دابا درت ليطاب الاولى مزيان. حاولت انني ندير لا رونفورسمون ديال لو موسكل، بدا كيرجع ليا الموسكل شويه. دابا كنخدم لي زابوي، بديت كنرجع شويه. دابا عاوتاني تحولت واحد ليطاب اخرى، انني بدا ندير شويه ديال نجري سبرينت، نحاول انني ندير سبرينت، ولكن دابا مزيان، دابا مزيان الحمد لله مزيان. الحمد لله، كتحس براسك بديتي كترجع، اللياقه ديالك بدات كترجع، ما بقاش ذاك لا المشكل لا اللي كان. بدات كترجع الحمد لله مزيان دابا، امور الحمد مزيان. لله، سعيد فولا وتسلم عليك، الاخوان كلهم تسلموا عليك. مرحبا، شكرا بزاف اخوان ديالنا، بارك الله فيكم. خاصة الوداديين، متشوقين باش يعرفوا الجديد ديالك. بغينا نقربوهم على الحالة ديال الأشراف، وكيفاش كدوز الأجواء في رمضان، الحمد وكيفاش لله وصلت الحالة ديالي. الحمد لله. الظهير ديالك في رمضان اون جينيرال كيفاش كدوز خويا اشرف، ما بين الحمد لله. لونترينمون الصلاة التراويح شوية؟ وي كنفيق، كنصلي، كنخدم، كتوصل ديك الوقيته ديال قبل الفطور، كنمشي نتريني، كندير لا ريديكاسيون ديالي مزيان، كنحاول نخدم اكثريه على خصني رونفورسي لو موسكل، باش حيت الى اوتوماتيكمون ترونفورس عليك لو موسكل، الركبه كتصحح. تماما. كنجي كنفطر مع العائله، كنصلاو مجموعين مع الدار التراويح، وما كاين غير الدار، داري جالس جالس في دارو. داري جالس دارو. الحمد لله الحمد الحمد لله. لله. وعندك دابا انت راه البوسكوره من احسن المناطق في الدار البيضاء، زعما الهواء الحمد لله نقي. كل شيء مزيان بخير، الهواء نقي. بعض المرات كنحاول انني نتريني هنا حدا الدار، الهواء نقي، كنحاول نخرج ليسباس، حيت خاصني ليسباس فين نجري، كنخرج كنجري. واحد اخ قال لي حتى قبيله، قلت خاصه الوداديين باغي نعرفوا الجديد ديال اشرف داري وفي مستوى الاصابه، واحد اخ قال لي حتى الرجاويين، اسيدي حتى الرجاويين تما باغي نعرفوا الجديد، لان علاقتك مع جمهور الرجاء ومع جمهور الجماهير ديال المغرب كله علاقه طيبه، ما عندكش الحمد لله الحمد شي لله، حاجه. الحمد لله، الحمد لله. صراحة أنايا باش عرفت أنني عزيز على جمهور الرجاء، مني درت لوبيراسيون، كتشوف ديك الكثافة ديال الجماهير الرجاوية اللي جات عاوناتك وسانداتك في لاكلينيك، وحتى اللاعبين ديال الرجاء كنقدم لهم
تحيه وشكرا بزاف كنقول لهم لانهم جاوا وتما دووا معايا وقالوا لي راه كلشي كيدوز من هاد المحنه وصبار وهادي، وعطاوني واحد الجرأه باش انني نزيد نرجع في اقرب وقت. وصراحه هادشي ما كيخليك الا انك تزيد تخدم باش ترجع الفريق ديالك وتعاون الزملاء ديالك. هادشي اللي كاين وكلشي كيتداعى معاك، لا الجمهور الوداد ولا كذلك الرجاء، كلشي كيتداعى معاك، وحتى لعابه الرجاء ما بين الناس اللي وقفوا معاك زعما في التليفونات كيسولوك كيعيطوا فين وصلتي كي بقيتي واش كاين شي جديد. وي كلشي كان كيعيط ليا، حتى لونترينور ديال الرجاء سلامي لا السفري كلشي عيطوا ليا، وحتى اللاعبين ديال الوداد هما الصراحه وقفوا معايا، واللاعبين ديال ولونترينور ديال الوداد وكلشي الصراحه وقف معايا ومنحوني واحد الثقه بانني باش ما نقولش انني صافي راه نهايه الكارير ديالي، عطاوني واحد الثقه باش انني نرجع، حيت هما عرفوني ان شاء الله عندي واحد كان امن بالقدرات ديالي باش انني نرجع ان شاء الله. ان شاء الله هادشي، وبزاف اللعابه ماشي غير انت، بزاف اللعابه في رونالدو وبزاف اللعابه ضربوا شي ضربات خايبين والحمد لله رجعوا. براتشيو حتى هو في واحد الوقت كانوا قالوا لي صافي ما سالات لا كارير ديالك، كان وقع لي واحد لا بليسيور صعيبه في فيورنتينا وقيله قبل ما يمشي لجوفنتوس، كان تلبس واحد الحديثه خايبه ولكن الحمد لله راك شتي فين وصل النيفو اللي وصل ليه وداك الشيء. دونك مساله كلشي وارده في الكوره ما كاينش مسألة واردة، وكلشي كيجي غير بالخدمة، وخصك اوتوماتيكمون خصك غير حيت لوبيراسيون ماشي كنقول لك ساهلة، هي ساهلة، ولكن اللي صعيب هو لا ريدوكاسيون، خصك تخدم مزيان، حيت لما ما خدمتيش راه بحال كضرب كلشي في الزيرو، فهمتي؟ خصك تخدم مزيان، وخصك تخدم بحال خصك واحد ليكزيرسيس انك تخدمو مطبوع، ماشي تخدمو انت كتخدمو ان هذاك ليكزيرسيس راه ماشي صحيح، خصك تخدمو مزيان باش حتى لو ميوسكل ولا ليغامون ولا شي حاجه بحال يترونفورساو مزيان. والحمد لله ان شاء الله راه قريب، الحمد لله راه بديت كتريكوبيري، بقى قد ما فات ان شاء الله ترجع للتيران. غادي نرجعوا لهذ الاصابه وغادي نهضروا على الماتش الديربي اللي وقعت فيه، نهضروا على هذا الشيء كامل، ولكن قبل غادي نبداو معاك من البدايات ديالك، لانك انت كتلعب مهاجم، هذا الشيء بزاف الناس ما تيعرفوش، بديتي في ليكول ديال الوداد عندك 5 سنين، 5 سنين بديتي الكره. انا صراحه انا كنت كنضرب اخويا كره، والله نقول لك واحد الكلمه، كنت كنطيح ملي كنت صغير، كان الوالد دخلني عندي 5 سنين، دخلت كنتريني كنت كنضرب الكره كنت كنطيح، كان مو الوالد كان تيك عاد تيقول لي علاش كطيح علاش هادي، والوالد بقى متابر معايا وكيوصيني وتيدور فيا، بعض المرات كانوا كيجيو دي ماتش اميكو مع الصغار وكنا كنخسروا، الوالد تيك عاد تيبقى يعيرني تيقول لي لا علاش هادي، وانا راك عارف انا كيدوي معايا ما كنتش كنتقلق دغيا. ايوا هادي هي الكره، ولكن انت من العائله وداديه، الوالد الوالده كلشي ودادي، لا فامي ديالنا كلشي ودادي، ما كاينش شي راجا ويدخل عندنا للدار ولا شي حاجه والو علاش والو، احنا تربينا في وسط عائله وداديه والله كلشي ودادي، ما كاينش حتى العائله الكبيره الاعمام زعما والخوان كلشي، احنا اون فامي دابا، احنا ساكنين بيناتنا اون فامي ساكنين هنا بيناتنا، ما كاينش كلشي ودادي، كلشي كتكون لعبه الوداد بحال شي بحال شي فيستيفال عندنا في الدار، الرايات كلشي خص الوداد تربح ضروري. دونك من صغرك وانت رضعتي الوداد، حب الوداد من الرضاع. من الصغر وكنت كنمشي حتى للتيران كنريح فريميجا كنشجع وهادي والله. وانا ملي كنت صغير نقول لك واحد القضيه، ملي كنت صغير كانت عندي ديك 14 عام 13 عام، كنت كنمشي للتيران وكان كيعجبني داك الكابو ديال الوداد، كنت كنشوف كنقول كنمشي للدار كنقول بابا لا انا باغي نولي كابو، تيقول يا عشرة وانت كيفاش كدوي منيت، كنقول لي كابو تلعب ولاد كيعجبني داك لومبيونس وكيعجبني داك كيفاش كيدير والجمهور كيتبعو، وبابا تيقول لي لا خصك تولي لعاب اشرف، كنقول لي لا انا كيعجبني هذا، وشوف قدر الله وداز الوقت ولينا كنديرو كابو وسط التيران حنا كاع هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين الحمد لله. وشي ماتش مشيتي ليه صغير مع الوالد بقى في بالك ما بغيتش تعجب راسك؟ واحد الماتش مشيت ليه مع الوالد، مشيت معاه وكان الوالد صور مع 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 واحد مع واحد بحال واحد واحد اللعيبه
واحد الحمامه صور معاها، عرفتي عجبني الحال، وبقى عندي ديك التصويره وعجبني الحال. من تماك صافي وليت باغي نمشي ديما للتيران، بحال الوالد ركب فيا ديك الغريزه ديال التيران. من تما اه من تما دقات ديك البلا ديال من التيران. تماك وليت كنمشي ديما للتيران، ولكن دابا من بعد مني كبرت وهادي وعرفت بان بديت كنبان في الشاشه، صافي من تماك ما بقيتش كنمشي للتيران. دابا الناس اللي كيتفرجوا فيك ماشي انت اللي كتفرج في اللعاب. ايوه الحمد لله الحمد لله. ولكن حتى مني ما كنكونش لاعب زعما شي ماتش، كون بليسي ولا عندي زعما حمراء ولا شي لعيبه، كنمشي ضروري خصني نمشي للتيران، خصني واخا نمشي نشجع الدراري، نمشي معاهم في الكار نحمسهم ندوي معاهم، هادي خصكم تربحوا هادي، بحال تانكوراجيهم. دونك من تما دقات البنات الوداد، قول رضعتيها من رضاعه ملي كنتي باقي صغير، بديتي مع عائله وداديه، كل شيء استثمر أيه. الخضر ما كيدور في الدار. لا هو هذا هو وانا البرودوي ولا هو هذا هو الكوستيوم ديال الوينرز. الله، تحية للعائلة كلها، تحية للعائلة كلها، خويا اللي كيتبعينا تا هما تيشوفونا. بديتي 5 سنين، بديتي في المينيم ديال الوداد، بديتي كمهاجم، ما لعبتيش في الاول، بديتي اتاك. في الاول ملي كنت صغير كنت كنلعب مع واحد الله يرحمه استاذ باكيلي، الله يرحمه، راه الناس القدام يعرفوه، كان اونترينور ديالي، وكنت كنلعب ايلي. ملي كنت كنلعب كنت بحال ما كنتش هذاك البوست ما كنتش كنعطي فيه، وجا داك الاستاذ الله يرحمه مشى عند الوالد قال لي هذا راه البوست ديالو هو ديفونسور. الوالد قال لي كيفاش ديف، قال لي غير تسمعني وراه غيكون الخير. صافي ورجعني ديفونسور، رجعني ديفونسور شويه، كنلعب في داك البوست شويه كنسرح كنلقى راسي اتاكون. الوالد كيقول لي علاش كتزيد القدام، انا داكشي كيجي عفوي. شويه بقيت ماتش مورا ماتش ماتش مورا ماتش شويه، من تماك وانا صافي داك البوست وليت كنلعبو ديما. بديتي كتولف على بديت لاكس. كنولي بلا وي انني نلعب لاكس. عندك شي تصويرات ديالك انت صغير في الوداد حداك تما؟ عندي تصاور بزاف. انا داك الشيء علاش نشوف انت باقي صغير؟ راه عندي البوم ديما. سي حسن حجيله كرياتيف ديالنا الغزال، تحيه لسي حسن حجيله الغزال، الاخوان كلهم اللي كيشوفونا. يا هادي الشيء واللي كيشتغلوا معانا بلا تنشوف. هادي شحال من عام هادي؟ هادي كانت عندي شي 8 سنين بحال هكا. ورا الكره راه قريبه تكون قدك ديك الساعه. باقي شي 8 سنين هنايا. انا نوريك واحده اخرى. هذا في بن جلون هنا. بن جلون هي. بديتي صغيره اخويا في الله. بديت صغيره انايا. والوالد كان كيديك ويجيبك معافر معاك مسكين. انا غنوريك واحد التصاور. هاي هنايا مع شكون هو هذا؟ هاتي نشوف. ما باش ليا مزيان. مراد فلاح. الله يا هادي تصاور زوينين. وهادو راه ذكريات راه ما كيتنساوش، هادو راه خصك تبقى محتفظ. لا محتفظ عليهم، محتفظ عليهم. والوالد هو اللي كان كمل. قلت لك ضروري هاد التصاور خصك تبقى محتفظ عليهم، حتى الا كبرتي توريهم للوليدات ديالك تقول لهم انني راك صغير وهادي، ماشي تفتخر براسك حتى انت قدام وليداتك. هادشي اللي كاين. كاين شي وليدات بعدا ولا مازال؟ لا باقي مازال، ولكن ان شاء الله يكون خير من القدام. ان شاء الله ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. دونك الوالد ديالك هو اللي بدا داك الوداد، بدا معاك، بدا كيعافر معاك، انت بقيت دارتك في الخوا، بغيتي دير عمك هو اللي قال لي دير البوكس، كان عزيز عليك الدار وتعافر. دابا لا، دابا عندنا عمامي كانوا كيشدوا الوالد كنت انا صغير، وكان الوالد كان باغي يرجعني باي طريقه لعاب، وكان عمي كان كيضحك معاه كيشد فيه، كان كيريهم مجموعين، كان تيقول لي لا اشرك كيشوفني كنطيح في الكوره، مع انا كان عزيز عليا البوكس، كنت كنضارب بزاف كنت قبيح، وكان تيقول لي لا راه سير دير البوكس، باش الوالد يكعى. الوالد تيكعى كيجي كيقول لي شوف وهادي خصك تمشي تريني، خصك تمشي دير، خصك تمشي هادي. من تماك
صافي الوالد ولا ديما كيديني لونترينمون كيجيبني كيديني كيجيبني من تماك صافي قالت لا ولات الامور صافي بحال تكات فيك ديك البرا انك راه خصك تولي لعاب اي طريقه كاينش لا صافي دار فيك دار فيك الثقه خصك انت لا هو صراحه شوف انا غراس على لا فامي ديالي باش وليت الحمد لله بحال هكا حيت الوالد ديالي تعذب الوالده والله الا صراحه كان وقفوا معايا بزاف صراحه تعذبوا معايا واخويا تحيه لهم وتحيه للوالدين ديال الناس شكرا كلهم اللي كيشاهدونا واللي عافروا مع وليداتهم واللي وصلوا الحمد لله واحد مستوى عالي. واحد السيده سقطت قبيله دارت واحد التعليق قالت لك علاش ما كتجاوبش على لي كومونتير جاوب انت ولا مرحبا لا غير باش بغيت نقول واحد القضيه لان بزاف الناس كيبقاو يقول دابا الصباح وصلني ميساج قول لعاب الفلان الفلاني انا غير تقول واحد القضيه انسان عنده 100 كا في الانستغرام ديالو راه مستحيل يقرا كاع لي ميساج راه ما يمكنش لان جا قرا كاع لي ميساج غادي يبقى النهار كامل وهو تيقرا في لي ميساج هذه وحده ثاني حاجه كتكون خص واحد شويه ديال كتبقى تصيفط ميساج الاول الثاني حتى كاين واحد النهار كيقدر يطيح فيه ولا كان الشيء اللي كاين اخويا اشرف لا دابا مع لي ميساج بزاف ما تقدرش تقراهم بزاف كاع الا قدرتي شي تقرا تتقرا شي لي ميساج كتجاوب عليهم حيت هما كيدوزوا بزاف دغيا بعد باش جاك الصباح دابا تقدر تفيق تلقى 300 ميساج و 400 بحال ما يمكنش 300 و 400 كلها غادي تجاوب عليها لا ما يمكنش هو كانشي اللي هذا غير بين قوسين حيت السيده كتبات لينا دابا التعليق غير جاوبنا على التعليق باش يوصلها الميساج حتى هي الانسان الله يكون في العون عنده لونترينمون ديالو وعنده بروغرام ديالو في النهار عنده لا ريدوكاسيون ما يمكنش غادي يبقى مقابل الانستغرام مساله جد عاديه بالنسبه للعابه كاملين حتى الناس اللي عندهم الباج اللي عامره راه مساله باينه هذه دونك اخويا اشرف بديتي الوداد من الصغر 5 سنين بديتي مع الله يرحمه المرحوم باكيلي من بعد الله يرحمه هو اللي باكيلي ومن بعد هو اللي بدا كي هو اللي راهن بك على انك بدا تلعب في لاكس ديال لا ديفونس انت في الاول اتاكون ومن بعد هو اللي قال لك الماتش ديال الكاف ياك اييه كنا لعبنا واحد الماتش مع الكاف باقي عاقل ومن ذاك الماتش هو قال لي راه هذا الماتش غادي نلعبو وانت غادي تجي وانت غادي تشوف صافي من تماك وليت كنلعب ديفونسور ومن بعد بغيت نقول لك واحد القضيه انني راه مشيت من الوداد ما مشيت واحد دوزون من الوداد مشيت للسامسي تاكو ها مشيت للسامسي مع عند الشاكي تكون كتعرفوا عند الشاكي في السامسي دوزت واحد دوزون تماك لعبت معاهم كان كيلعبني باقي نعقل كنوجه ليه التحيه استاذ عزيز في السامسي كان لونترينور ديالي كان كيلعبني مع اكبر مني انا ديك الساعه في 99 كان كيلعبني مع اكبر مني بثلاث سنين اربع سنين كنت كنلعب مع الكبار داكشي علاش فهمتي بحال تحكيت معاهم ايتي ومن بعد وكنت خلاك انك الوداد ديك الساعه انت شاد الريتم مع الوداد وقلبت مشيتي للسامسي شنو خلاك دفعك لا دابا اللي خلاني كنا كنلعب كنت كنلعب انا واحد ود عمي كنت كنمشي معاه ديما في الطوموبيل نجي وهادي ود عمي مشى للسام سي انا خصني نمشي معاه للسام سي مشيت معاه دوزت واحد دوزون واحد الماتش كان كيتفرج بن عبيشه عجبته في واحد الماتش كنا لاعبين ماتش ميكال ويجي ويقول لي فيك كنتي كتلعب قلت له كنت كنلعب في الوداد قال لي علاش مشيتي من الوداد قلت له لا راه ود عمي جا هنا وبغيت كنبقى غادي موان ثانويه دائما قال لي تبغي ترجع للوداد قلت له وي مرحبا نرجع شويه ويقول لي قال لي شوف قال لي لونترينمون راه غادي تجي راه لونترينمون في الساعه كذا كذا قلت له صافي غادي نجي مشيت لقيت استاذ كمال طويل ومستوري ملي كديت معاهم البطوله في المينيم مشيت تماك درت بقيت كنتريني معاهم صافي عجبتهم من تماك من المينيم لعبت مينيم كادي من جونيور اسبوار من تما بقيت غادي معاهم وهذه كتلعب ديما كتدخل تيتولير مع عمرك ما وداك العام ما رجعتش للتوني لا والو من تما شديتيه ما كاينش اللعب صار ما طلقتيش انا كابر في عائله وداديه راه كان الحلم ديالي وانني نلعب في الوداد والله العظيم كنت كنقول ايه متى غادي نلعب
في الوداد ديك الساعه مينيم انا كنت كان نهار الحد كانوا كيلعبوا ليسبوار، كنت كنقول للوالد لا خصني ضروري نمشي نتفرج في ليسبوار، كان كيديني كنقول للوالد راه خصني الوالد بغيت نلعب معاهم، وهاد كيقول لي خدام وان شاء الله غادي تخدم، وفرا مشات عين والله العظيم تلقيت راسي كنلعب مع السنيور. غادي نجيو لك المرحله ديال السنيور، ولكن قبل اون باراليل مع الوداد كنتي لعبتي في الفئات العمريه ديال المنتخب كله، وي وي انت كانت كونفوكا تتلعب، كيفاش دازت ديك لا كونفوكاسيون الاولى؟ داك كتبدل من الاجواء ديال الفرقه، الاجواء ديال المنتخب، كتلاقى مع دراري ديال الفرق الاخرين، داكشي كيفاش داز داك الامر في الاول؟ الاجواء مزيانه بزاف، لعبت مينيم، لعبت كادي، لعبت مع اولمبي، لعبت مع زعما كاع لي كاتيجوري لعبت معاهم في المنتخب، اجواء لعبت مع الا، لعبت مع الا مع رونار. صراحة ملي كتكون كتلعب في ليكيب ناسيونال كيكون عندك واحد القيمة وسط الفرقة ديالك، كتجي خصك تعطيهم إضافة، ماشي انت كتمشي كتجي ان ما خصك بحال كي بحال خصك 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 تعاونهم، خصك دير الفرق، دير الفرق للفرقة ديالك. وصراحة دوس صراحة مع رونار وقيتها زوينة، استفدت بزاف مع ديال الحوايج، بحال اخترت معاهم، شفت كيفاش كيلعبوا، شفت كيفاش كيدويو، كيفاش هادي تبدلات ليا حياتي بزاف مني دخلت معاهم. وانا ديك الساعه دخلت معاهم باقي صغير، باقي صغير. لا كونفوكاسيون الاولى مع رونا شحال كانت عندك ديك الساعه؟ كانت عندي 18 عام، 18 عام، 18 عام، 18 عام كانت عندي، باقي صغير. باقي صغير. من تماك جيت صافي بقيت كنخدم، وليت شنو وليت كنقول في راسي خصني نخدم، انني خصني نرجع عاوتاني مره اخرى للكيب ناسيونال. عجبوني الاجواء، كنشوف كيفاش الناس كيلعبوا، كيفاش لونترينمون، ما خصكش تعطل في الوقت، بحال الوقت هو الوقت، ما خصكش، حيت الوقت هو الحياه ديالك، الا تعطلت في الوقت راه بحال حياتك كامله والو. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. واحد الاكسبيريونس كنتي دوزتيها قالت لي تقبيله الزميله ديالي سيام البوش على العاب الفرنكوفونيه اللي كانت في اميتجون كوت ديفوار، كي دازت هذيك الالعاب حتى هي مزيان؟ صراحه ديك 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 الالعاب الفرنكوفونيه داز مزيان بزاف، وهي اللي عاونتني بزاف بانني نلعب في ليكيب ا. حيت ديك الساعه ما كنتش كنلعب تيتولار في ليكيب ا، كنت غير كنتريني معاهم. ومني لعبت ديك الالعاب الفرنكوفونيه بحال بينت الوداد، بينت الطاقم، وبينت الجمهور بانني نستحق انني نحمل قميص الوداد. اوتوماتيكمون مني رجعت اخو اشرف عندك مشكل ديال لا كونيكسيون؟ دابا مزيان، دابا مزيان. وي خويا جاتني اون ابيل، داكشي علاش. لا داكور، قال هذا شي واحد تيفكر فيه، هذا شي واحد تيتفرج فيه. صافي هيا وجيت نكمل لك. وجيت كان عموته ورشيد بن محمود اللي عاونوني حتى هما بزاف، كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر. بقاو بقيت كنتريني مع الدراري، كنتريني. وديك الساعه كنا خصنا ضروري اننا نديو البطوله، وكنا ديك الساعه دينا البطوله. وكان عموته كان اللي باقي عاقل دخلني واحد الماتش ديال الكوكب اريير دروا، ديك الساعه دينا بطوله ولعبت معاه. وديك الساعه ملي دينا بطوله عموته كان مشى وجا عاوتاني البنزرتي، والبنزرتي مزيان، بقيت كنتريني عجبته البنزرتي، ولكن اشرف مورا الالعاب الفرنكوفونيه اللي خديتي فيها التجربه تحكيتي مزيان كيف ما كنقولوا. أيه. الناس اللي شافوا داك الشيء تاقوا في اشرف داري مورا دخلت الوداد، اول كونفوكاسيون ديالك اللي غادي تدخل غتلعب الماتش، كيفاش جات؟ كيفاش كتحس وانت عائله وداديه، الوالد الوالده كل شيء ناشط فرحان؟ عاود لينا هذه الاجواء كيفاش عشتيهم فاش جاتك لا كونفوكاسيون؟ اول كونفوكاسيون ديالي كانت مع اسفي، كنا لعبنا مع اسفي لهي، كان لعبنا مع اسفي، درنا واحد لواحد. دخلت في لا دوزيام مي، لا لعبت يا ربي ماتش كامل تيتولير، دوز ان بون ماتش. شويه جيت لهنا لعبنا في كازا في التيران محمد الخامس، ولعبنا مع حسنيه اكادير،
وديك الساعه هي فاش كونفيرميت مع البنزرتي صافي ولا تيقول لي البنزرتي وين كنت يا داري وين كنت ولكن واحد القضيه لعبات معاك حتى هي هو كان ديك الساعه كان لا ديفونس اللي فيها العطوشي يوسف رابح واعرب الماتش وقيلات الحسنيه ما كان كان لعب غير العطوشي واعرب تبليس اعرب دخلت انت ديك دخلت انا كان كنت انا هو كنت انا هو الغومبلاسون ديالهم ودخلت انايا دخلت من تماك وليت كنلعب مع العطوشي شويه كيريح العطوشي كنلعب مع اعراب بقينا كنتبادلوا من تماك صافي وانا خديت البوست ديالي من تماك الى بقيت كنلعب وكانت بنزرتي حتى هو قال هي فاش قال لك وين كنت يا داري كنتي معروف علي هذا وين كنتي واش تعمل يا داري كنت كنقلقوا في لونطريمون دابا انا كانت شي واحد القاعده دابا كانوا الدراري كيديروا فهمتي كانوا كيدوروا لا بال في ماتش وانايا ما كنحملش الفرقه اللي لعبها ضدي انها تبقى شاده البالون وكنت كنمشي انني خاصني نجيبها خاصني والو ضروري نجيبها لفرقتي وانا كنت كندير واحد الخطا وكان تيقول لي واش تعمل يا داري هو خاصك دير البلوك انا كترجع وتسد لانتيرفال ما تدوش بيناتكم خاصك تعرف كيفاش من تما هو ركب في هذه القضيه علمها ليا من تما وليت تخرج في الوقيته تكوفري في الوقيته راك عارف انت بيان سور الله يمدي دونك من الماتش ديال حسنيه اكادير صافي عطاك الثقه بنزرتي تاق فيك انت خديتي الثقه اللي كنتي كتسنى ولكن اللي طلع ديك الساعه انك ما لقيتيش واحد الوقت كبير باش تادابت مع ليكيب بريمير غير جيتي دخلتي قضيتي الغراض وليتي شاد بلاصتك لا حيت انا كنت ديجا كنت كنتريني معاهم كنت كنتريني معاهم وكنت كنتسنى غير ديك الفرصه انا حيت كنت عارف راسي انني نهار غادي ناخذ القميص ديال الوداد انني غادي فهمتي انا من صغري انا كبرت في عائله وداديه بغيت نلعب في الوداد باش انا غير نشرف العائله ديالي ويفتخروا بيا والحمد لله ملي عطاني قميص البنزرتي الحمد لله ما رجعتوش ليه اول ديربي لعبتي كيفاش حسيتي به كتعرف اجواء ديال الديربي عائله وداديه ذاك الماتش ديال الديربي كيكون بمثابه عرس بالنسبه للعائله كلها كلشي كيتجمع كلشي كيجلس كيتسنى داك الماتش انت غادي وكتفكر في الدار كيفاش جالسين وكيتفرجوا فيك كيفاش حسيتي في هذاك الماتش عاود لينا كيفاش عشتي هذاك الماتش ملي جاتك لا كونفوكاسيون ملي عارف راسك انت غادي تدخل تيتولار وغادي تلعب وانا اول ديربي ليا كان في مراكش كنا ربحنا بواحد الزيرو مراكش جات لا كونفوكاسيون عرفتي ديال الحداد لا ديال الحداد هي جات لا كونفوكاسيون وعرفتي كنا في لوطيل باغي نعس باش يصبح الحال باش نلعب الناس كينعسوا انا ناعس مع العشرة باغي نعس كنقول يا ربي يصبح الحال وكنغمض عيني كنبغي الناس كتفكر ليا شنو غادي ندير الماتش كيفاش غيجيك الكره كيفاش شنو غادي دير ليها وهادي فرحان باغي غير يصبح الحال والحمد لله حد دي فوا شي ماتشات اللي ما تقدرش كنغمض عيني كتجيني شي اوكازيون كنقول الا جاني البالون هكا كيفاش غندير ليه لا هادي فهمتي كيطيحوا عليك الافكار كيفاش كنسبق الافكار اللي الا جاوني في الماتش كيفاش باش انني نكون مزيان في داك الديربي الحمد لله كنا ربحنا ماركا الحداد وربحنا داك الماتش وكان في داك الماتش كان يا مات ليا جدي هذاك اللي كنتيني اليوم القبر ديالو هذا مات ليا وكان وخبارك واحد القضيه كان الفرقه كامله انها عارفه جدي مات قسما بالله عارفه جدي مات ما بغاوش يقولوا لي والواليد ما خباري والو ولعب داك الماتش والدراري عارفين وكنشوف الدراري كيتعاملوا معايا زوين بزاف بلا قياس اشراف شي شاد ليا بالخاطر وكيدوي معايا سعيد كيجي كيقول لي ماكش خاصك شي حاجه والدراري كنقول سالات الماتش ربحنا وي جي عندي داك الشارج ماتيريال هو الاولاني زكريا ويقول لي راه بارك في راسك قلت له شكون قال لي راه مات لك جداك وهادي عرفتي بحال ضربتني في شي تصرفيقه يا صاحبي صدمت كنا كانوا الدراري فرحانين خسرت لهم الفرحه ديالهم ولاو الدراري كيواسوا فيا كيجيو هادي عرفتي الله يرحمهم في هاد النار هذا
الله يرحمه، حتى هو كان ودادي، كان ودادي، هي كان دونك تا ودادي ودادي ابا عن جد. ابا نعجد، كان ودادي هو اللي ركب فينا الغريزه ديال الوداد، جات من عنده. باش من عنده واحد هو دابا راه بيضاوي اصل، ولاد حدو، ولاد ولاد حدو، حدو بيضاوي. هما كازا وحدار. وقول لي يا خويا دابا من ما شتك الله يرحمه، هو اللي كان دوز لكم هذاك الحب ديال الوداد، هذا كانت عندك به شي علاقة كبيرة؟ هو ملي كنا صغار حنا كان كيجيب لنا، كان كيجيب لنا لي بونبون، كان كيتهلا فينا بزاف، وفهمتي كان كيجي كنا كنضحكوا معاه، ما كانش كيسمع مزيان، كنا كنشدو فيه، كنت كنجي كنشد فيه هنا، بابا كان كيشد فيه، كنا العائله كنضحكوا بيناتنا، وبحال مني مات، بحال تصدمنا، ما تيقناش باننا راه مات، حيت مات بينا واحد العلاقه حميميه بينا وبينه، كنا كنلعبوا معاه بزاف، كان كيجي هو كان في درب غلف، كان كيجي عندنا البوسكوره، كان كيجيب لنا لي بونبون ملي كنا صغار، كان كيتهلا فينا، يشري لنا لعبه، يشري لنا من تماك، ولا عزيز علينا الله يرحمه اخو، يجدد عليه الله يرحمه. الرحمات. واللي بوستيتي القبر ديالو اليوم، مشيتو درتو ليه الشليج و... هي لحت واحد ستوري، كنا مشينا غير عيطت على واحد السيد، صيبت ليه القبار وجبت ليه الجليج وقديت ليه القبار وقريت شويه القران وكنطلب ليه فين الرحمه. مدفون مسكين؟ هو في سيدي مسعود ولا في الرحمه؟ فين؟ طب بوسكورة، بوسكورة، بوسكوره. بوسكورة. الله يرحمه اخو، يجدد عليه الرحمه، آمين يا الله رب، يرحمه الجميع، آمين الله يجعل البركه في اللي باقي، آمين يا رب، الله يحفظ الوالدين تاهما ان شاء الله، يشوفوك ديما فوق إن فوق، شاء الله، هذاك الشيء اللي سهروا عليه وتعذبوا عليه يوصلوا يشوفوه بعينيهم ان شاء الله. الله إن شاء الله، بارك الله فيك أخويا. الله يودي، الله يودي. دونك اخويا من تما نهار الماتش ديال الديربي ديال مراكش، واخا هو ما كانش مكمول لانه كان بعيد على كازا، كان في بالضبط مراكش ديبلاسمون، كان اجواء، ولكن ماشي بحال الديربي اللي كيتلعب في دورو، ما كانش ذاك الطعم ديال الديربي اللي كنتي لا باغيه انت. ما كانش داك الطعم، انا كنت باغي يتلعب في كازا، كنت باغي نشوف داك الجمهور، باغي نشوف دوك الاجواء وداك الشيء، ولكن ما ولكن من بعد لعبنا في كازا وكان داك الجمهور، عرفتي، وبحال تقول انني ملي كتشوف داك الجمهور وكتشوف ديك الهستيريا في التيران وكتشوف داك، بحال كتزاد فيك الطاقه، كتولي باغي تلعب، هي الكره بعيده عليك وانت كتبغي تمشي تجيبها. راه ماشي ساهله، حتى ملي تيخرج من المدينه الديربي شويه تيفقد شويه من ذاك البريق ديالو، ذاك الشيء ما كياخذش ذاك. دونك هذاك الديربي ديال كازا رجعتي لذاك الاجواء، احكي لنا كيف كان هذاك الديربي في كازا، كنتي كتجلس في الكرادان وانت صغير مع الوالد، كتعيش في الاهازيج وذاك الشيء في فريميجا، وليتي لاعب على ودنيك وعقلك مع الجمهور، كيفاش كان هذاك، كانت هذيك الاكسبيريونس، ديك التجربه وهذاك الاكسبيريونس، والله الا انا كنكون لاعب وبعض المرات كنسمع شي ديسك ديال الوداد كيتغنى، وكنبدا كنسهر، كنبقى نغني، كنبقى غادي مع الاجواء، وصراحه هذاك الجمهور والله الا ما كاينش بحاله، صار كيعاون بزاف، ودوك لي تيفو كتشوف غير 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 غي الوينرز كيسهروا على تيفو شحال، دو سومان، تخوا سومان، كيجيو كيطلعوا لك تيفو في 2 دقائق باش انت تشوفو، باش انت تربح، باش انت تفرحهم، باش انت هادي، هما كيتعذبوا 2 سيمانات وفي الاخر كيطلعوا لك 2 دقائق في الاخر تيحيدوا غير باش انت انك تعطيهم واحد الاضافه وتربح وتفرحهم. هادشي بصراحه اللي كاين. كنقدم لهم التحيه بزاف، وكنقول لهم ديما تبقاو مساندين الفريق ديالكم، هما راه ما كيبخلش عليهم انهم ما يساندوش الفريق ديالهم. هادشي اللي كاين، اكيد حتى انت ملي كنتي تصابيتي لقيتي الناس الوداديين، وخاصة الجمهور عزروك حتى هما وبقاو بزاف كيسولوا. بزاف دونك بالنسبة للألقاب، اللقب اللي بقى محفور لك في الذاكرة ديالك وعندك معاه شي علاقة في شكل، شنو اللقب اللي دخل باقي داخل قلبك، باقي كتفكره كل مرة كتنعس ولا كتسميتو، كتجي شي صورة ديال ذاك اللقب في راسك؟ اللقب ديال هو ديال الشامبيونز ليغ مع موتا، وهذاك اللقب حيت انا كنت كنتريني معاهم، كنت عارف الاجواء، كنت كنريح معاهم في لي فيستيار، كنت كنشوف الهضره اللي كدور بيناتنا، كنشوف الدراري مكونسونترين 100%،
ماشي 100% والو خاصهم يربحوا. وصراحه داك مدرب عمو تا صراحه مدرب كبير، وتا السي رشيد بن محمود كانوا كيعطيو واحد اللعاب كيعطيو واحد لا كونفيونس، كيدخل كيقول لك دير لعبك، خاصك دير لعبك. دخلنا وربحنا عرفتي داك النهار صراحه ما نعستش، هذيك هي اللي ما بغاش تنسى ليا. ماشي غير نهار، سيمانه وقيلا وانت ما ايوه نعش. حق الله ما بغاش تنسى ليا والو. دونك من تما جاو ماتشات اخرين صعاب، جاو ماتشات اللي ما ساهلين، جاو هما اصعب ماتش عاشوا اشرف في هذه المده هذه، ولا شي ديبلاسمون اللي بقى في راسك كتقول هذاك الديبلاسمون كتفكروا تتحس بشي حاجه ماشي هي هذيك. أصعب ماتش هو الماتش ديال جنوب إفريقيا، فاش دزنا فاش درنا تما درنا ماميلو دي سانتوز قول ماميلو لك دي سانتو في جنوب إفريقيا، غير اياه. عندهم باش هذاك خديتو واحد التاهل. فاش أهلنا هذاك هو عرفتي، وداك ديبلاسمون طويل وعرفتي وتكرفسنا ووصلنا بالليل وعرفتي والغد الليل ما نعسناش بزاف، مع وصلنا اوتوماتيكمون نعسنا ماشي 3 اور ولا 4 اور، فقنا وحنا نديرو دي كراساج صافي. وعرفتي كنا كونسونطري، خصنا ضروري اي نقطة ندوزو. ودرتو دي ديبلاسمون طويل، ما مشيتوش، وي ما كانش حيت ما كاينش لين ديريكت لجنوب افريقيا، لا مشيتو القطر، لا مشيتو مشينا القطر لقطر، قطر. وي مشينا لقطر، درنا لي سكال شي 7 ديال السوايع ولا مع 6، وعاد خدينا الطيارة، عاد مشينا لجنوب افريقيا. دونك واحد شي اكثر من 20 ساعه ديال الطياره. 22 ساعة بزاف. نعم. تحيه سي مؤول الحاج اللي كيتفرج فينا، والاخوان كلهم الوداديين والرجاويين وكاع اللي تيبغيو اشرف داري واللي متبعين اللايف، تحيه لهم كاملين ومرحبا بكم، ومرحبا بالاخوان كلكم معنا في التجليسه الرمضانيه جو عائلي. اشرف داري تا هو حل لنا دارو، ورانا مرحبا تصورات مرحبا مرحبا كبير اخويا اشرف، اشرف مرحبا الحداوي الله يحفظك ولا يحفظك لا اخويا الحدو شكرا كله بزاف وعاودو الكل عاودو. كاين شي خيل ولا والو؟ والو كاينش الخيل، والو كاين شي خيل ولا والو والو اخويا كاينش اشرف؟ خيل. الريزو عندك عيان شويه ياك، ماشي ابل اشرف؟ وي كتسمعني؟ دابا مزيان، كتسمعني دابا مزيان؟ كونيكسيون مشات اخويا اشرف، يلاه رجع دابا. دابا مزيان؟ كتسمعني دابا مزيان؟ لا لا كونيكسيون عيان اخويا اشرف شويه. مزيان؟ دابا شويه غير هو ليماج ما بيناش مزيان. اخوان مزيان لي دابا؟ شي كومونتير اخوان فيدونا الله يجازيكم بخير. مزيان دابا؟ اييه لا مزيان دابا مزيان. لا انا خويا من عندي مزيان ياك الاخوان مزيان. داكور دونك دوري حتى واحد داوي، عرفتي شحال معنا ديال الحداويين اليوم؟ ما كاينه صعب بزاف. ومرحبا بكم، مرحبا والف مرحبا. الله يحفظك، الله يحفظك اخويا. دونك اخو اشرف من هذاك الماتش ديال ماميلودي سانداونز هو اللي كان ديبلاسمون صعيب، ماشي غير ليك انت، من الفرقه كلها، حتى الاجواء ديال الماتش ما كانش ساهله، هذاك الجمهور التيران ما كانش مقاد مزيان، تمحنتوا بزاف. تمحنا بزاف، حتى الجمهور تمحن صراحه، مشى وساندنا وعاوننا، تمحن بزاف صراحه. اطول ديبلاسمون حتى درت واحد ديبلاسمون، مشينا جزر القمر مع ليكيب اييه مع المنتخب مع رونار، هذيك اطول ديبلاسمون ليا، جوج ما بغاوش يتنساو ليا. شي حادثه وقعت لك في الطياره، ولا شي طريفه وقعت لك مع الدراري في الطياره، شي حاجه وقعت لك في راسك وبغات تنسى لك مع الدراري؟ كنا غاديين مع يو 21 مع ليكيب ناسيونال، مع كان مارك فوت، كنا غادي لغامبيا، وما عادش كان الطياره بقات كتزعزع عرفتي، وانايا كنت كنعرف انا عز عليا الضحك، نبقى نرجع اللور في الطياره ونشد في هذا ونبقى نضحك، وهذه شويه بحال الطياره تزعزعات، وكنت اللور شويه وانا نلقى راسي القدام عرفتي، وطحت والله الا طحت بالله. كنت انا واحد هذاك الدري مرابط ديال اسفي اييه كدارين، كنا كنضحكوا
شويه وانا كنلقى راسي عشي مشيت لقدام عشي الدراري ماتوا عليا بالضحك من تماك اخويا. والله الا من تماك ما بقيتش قادر نوقف، كان الله ما بقى جالس. شدك غير البيلوت واقيلك، وكانت الكابين ديال البيلوت كنت دخلتي عندك. اش شنو هادشي؟ والدراري تيقولوا تيقراوا القران ومخلوعين هذه، عرفتي انا والله ما بقيت قادر نوقف. هذوك الاجواء اخويا بصراحه ماشي، ما الناس بداو تيعرفوا شي شويه بان راه ماشي ساهله تلعب في افريقيا، ماشي ساهله ديبلاصه لافريقيا. عندنا واحد الفرق كبير ما بين الاجواء ديال هنا المغرب وديال افريقيا، لا في التيرانات ديالهم، لا في البنيه التحتيه، لا في كاين شي بلايص كتمشي ما كاينش الضوء، ولا نزلتي في الليل ما كاينش الضوء، تلقى غادي في الظلام، تعرف راسك واش غادي وسط غابه ولا بزاف شي بعد مرات ما في الافريك عرفتي الناس فقراء لواحد الدرجه ما يمكنش غير كنكونوا لاعبين بعض المرات لي ماتش ولا شي حاجه كنسالي كيجي عندك داك الجمهور اي حاجه تعطيها لي كيفرح بها، واخا تعطيه غير تقاصر كيفرح بهم مسكين وشي بحال ما عرفتش شنو عطيتيه. الله يكون في عونهم اخويا. الناس بصراحه داو الناس يعرفوا بقيمه المغرب وبقيمه البلاد، لان اللي كدير دي بلاسمون بحال هكا حتى الجمهور دابا ملي بدا كيديبلاسا بزاف مع الفرق ديالو ولا كيعرفوا شي حوايج، ما بقاوش توصل البلاد راه والله العظيم بلادنا الى احسن بلاد صراحه. هادشي اللي كاين فيه ناس الجزائر، ولكن بلادنا كتبقى خويا احسن بلاد. هادشي اللي كاين اخويا، هادشي اللي كاين سي فري. دونك اخويا ليكيب ناسيونال التجربه الحمد لله كلها دازت مزيانه، ديبلاسمون اللي كان هو ديال جوز القمر كان صعيب شي شويه، ما بقيتيش كتبقى في الطياره والو والو ما كايناش السياج ما كاينه، جلس اخويا ودير لا سانتور ديالك وريح. هادشي اللي كاين اخويا، هادشي اللي كاين موراها اخويا. رجعوا للديربيات، الديربي اللي بقى بين العينين ديال جمهور الوداد والجمهور المغربي كله هو الديربي الاخر اللي كنتي ضربتي فيه 1-0 ديال الرجاء. عاودت لينا كيفاش وقع ديك لاكسيون، الكره كانت شي تيوقع ماشي ساهل عادي الثقافه ديال الكره وداك الشيء، ولكن تتبقى هذيك لاكسيون تتقول اكون هز رجليا شي شويه واكون هذا. عاود لينا كيفاش وقع داك الشيء، هذيك وقع هذيك لابليسيون. دابا ديك دابا حنا دخلنا في الماتش كنا غادي مزيان في الماتش، شويه جات واحد الكره زقلنا واحد الكره شويه، شتا نغوما كان جاي كانوا كونتر اتاك شويه، انا خرجت اونتيسيبيت لعبت رجلي بغيت نخسر لوكازيون باش انهم ما يوصلوش للبوطو، لعبت رجلي بغيت انا واخا البالون بعيد عليا بغيت غير نقيسو نخسر لاكسيون وصافي. انا مع لعبت رجلي بحال هكا، هو بغى يضرب باس لونغ انا درت لابوي، هو مع ضرب البالون قاصني في الركبه ديالي بحال داك الثقل ديالي مشى وركبتي مشات للجهه الاخرى ضربني صافي، عرفت شي حاجه واقعه طحت كنغوت، جا عندي محسن متولي جا عندي بديع وجا عندي متولي قال لي يا خويا راه سمعت شي حاجه طرطقات وسط الماتش. عرفت راسي صافي، راه دخلت الطبيب عرفت راسي صافي راه ضربه. انت مع الضربه ما عرفتي هذيك الساعه اوتوماتيكمون راه ضربه صعيبه. عرفتها لي كامون انا مع الضربه، مع الضربه وي مع الضربه انا مع لا خرج لي شي عبم عرفت راه لي كامون، حيت ما كنبغي غير نوقف كنبغي غير نسرح رجلي ما تنقدرش، وبادي عوك مع سخون في الدم وهذه جا كيسرح لي رجلي كي بادي ما تقيش بادي تيقول لي غير خليني صافي. ولكن هو دابا بغى يدير غير يسحبها غير شي كلاكا كيسحبها كرومب، هو في الاول ما يسحب كيسحبها كرومب، هو مسكين بغى يدير غير الخير زعما، ولكن انا عرفت اضربها. انت مع داك لو شوك مع البومة عرفتي راسك راه ديك الساعه راه كاين شي حاجه اللي ماشي ولكن الحمد لله دابا فتح السون الحمد لله براو داك الشيء بقى يتعاود ان شاء الله. ان شاء الله هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. موراها فاش هزوك خرجتي سميتو شافك الطبيب، الطبيب قال لك ما كاينش مشكل ولا عارف ولا قال لك بلاتي ما توقف ما تشي شي حاجه، كيفاش وقع ديك الساعه؟ اوتوماتيكمون توعدت خرجت بقيت في الفيستيار بقى كيشوفني الطبيب، الطبيب ديالي طلع شافني شويه بقى كيقول لي هادي عرف بانني راه عندي لي كامو شويه، كان مع داك علاء الرحالي علاء اييه شو قطار اييه
هبط بقى كيشوف لي رجلي، بقيت كنغوت عرفتي، وليت كنتفرج في التليفون، كنكمل الماتش في التليفون. كيقول لي يلا نديوك لا كلينيك، انا كنخليت كنكمل الماتش في التليفون. تسالى الماتش عاد مشيت لا كلينيك، زرقتوني عاد تماك، درت لي ريم، هما عرفوا بانني عندي لي كامو، ما بغاوش يقولوا لي خافوني تخلاع ولا خافوني انني، هما عرفوا انني عندي لوبيراسيون. حتى الغدا قال لي هي فتيجي عندي، وعاد ملي مشيت قال لي راه عندك لوبيراسيون، قال لي الوالد ديالي عرف كيفاش يوصلها ليا. حيت انا ما فهمتش، انا ما اول مره غندير اوبيراسيون مخلوع. جا عندي الواد قال لي شوف اشرف، قال لي كون راجل بحال هكا، قال لي راه عندك اوبيراسيون. عرفتي تصدمت، بقيت تخلعت، ويقول لي صافي شوي وانكوراجي يعني، قال لي عادي ماشي مشكل، كلشي كيدير عادي صافي. وتقبلتها بكل وضوح، كلشي ذا فيا، ودرت لوبيراسيون ديالي. ما عيطش لك الكوما، ما سولش فيك من بعد، ما ولا صيفط لك الدراري يسولوا فيك شنو اللي وقع بالضبط، لان هو اللي كان سبب في هذاك لو شوك، وي واخا هي في لغه الكره اللي مشيتي وقع. وهذاك الشيء كيوقع المكاتب. انا مني درت لوبيراسيون جاو عندي الدراري ديال الرجاء، جا عندي المدرب سلامي، وقالوا لي كي بقيتي، قالوا لي راه نقوما كي تيقول لك كي بقيتي وكيطلب منك السماحه. هذه قلت لهم ماشي مشكل، الكره هذه اي واحد كيتضرب، اي واحد كيقدر تجيب بحال هاد لابليسيور ديالي. صراحه عيطوا لي كاملين، جاو ساندوني، جا المدربين لا ديال الوداد لا ديال الرجاء، بريزيدونت الوداد حتى هو جا كنشكرو بزاف لانه ساندني بزاف وعاونني حتى في ليدوكاسيون ديالي، وكنشكرو بزاف وكنقدم ليه التحيه. نقوم، ما عيطش ليك، ما لا شتي لا لا لا. لا ما عيطش لي، لا جا عندي بانون هو اللي قال لي راه نقوما كيسلم عليك وكيطلب لك الشفاء وكيطلب منك السماحه، وراه ما دارش لك بلاني. قلت لي ماشي مشكل، الكره هي هذه. الدراري متولي وي وي وسيد جا بن الدراري. تمتولي 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 جا الوردي، جا وصراحه كاع الدراري ديال الرجاء جاو، مدربين تا هما، جمهور ديال الرجاء، كل شيء جا، حتى ديال الجمهور ديال الوداد بزاف. وفي واحد اللحظه داروا فيزيت انتيردي، والو كيشوفوا داك لاكلينيك عامر بزاف عرفتي، والجمهور بزاف، وهيفتي دار فيا. قال لي اشرف راه ماشي معقول هذا الشيء، قال لي راه حنا درنا فيزيت انتيردي. وانايا ما نقدرش نقول للجمهور ان ما خصكمش تشوفوني ولا ما خصكمش هادي، حيت الجمهور جاي انه يطمئن على الحاله ديالك، خصو يشوفك، ما تقدرش انك تقول لي شي حاجه. وجا وساندوني صراحه، والله الا فرحت بزاف، بحال نساوني في ديك لوبيراسيون. موراها سمعنا انك كنتي غادي تمشي لقطر، ما مشيتيش، علاش في الاخر تشاورتي مع الاطباء ديالك قال لك ما كاينلاش تمشي لقطر، غادي لا ريدوكاسيون، علاش شنو وقع بالضبط؟ لانك سمعنا اشرف ضرير غادي يمشي لقطر. وي انا كنت غادي لقطر، درت لوبيراسيون بعدا، حيت انا كان عندي اوبيراسيون اورجون خصني ضروري نديرها من بعد من عند توعد الغد، كي درت لوبيراسيون مع 6 الصباح، حيت انا ما كانش عندي غير ليغامون، كان عندي ليغامون انترن، ليغامون كروازي، كان عندي المينيس، كان عندي واحد العصبه كانت تقطعت ليا، كان خصني ضروري ندير اوبيراسيون. من بعد ملي درت لوبيراسيون دويت مع بريزيدون، قال لي شوف اشرف، قال لي انا عارف بغيت تمشي لقطر. قلت لي انا راه موجد لك كل شيء، موجد هذيك، كنت غادي يمشي صافي، خرجت لي البيي غادي يمشي. جات هذا الكونفينمون، ما جات حبسوا لي فول، حبسوا كل شيء صافي. دويت مع بريزيدون، قال لي شوف انا راه وفرت لك كل شيء. وصراحه وقف معايا بزاف بريزيدون وسي سعيد الناصري، وصافي وتقبلتها وريحت هنا، كندير الترويض ديالي هنايا بخير. ايوا خويا، الله يجيب الشفاء ان شاء الله. امين تحيه عاوتاني، دخل كاين يوسف الدراري، يوسف الزراد، الاخوان كلهم كيتفرجوا، تحيه لهم من هذا تحيه اللايف هذا، وتحيه للاخوان الوداديين كلهم اللي كيتفرجوا، ولا الرجاويين ولا المغاربه كلهم اللي كيتفرجوا فينا، حتى اللي خارج المغرب، في اوروبا، فرنسا، امريكان، في كل انحاء العالم. اشرف، مورا قطر نقوم، قلتي صيفط لك الميساج غير مع الدراري، جاو الدراري دراجة كلهم، متولي، الوردي، زنيتي، جمال السلامي حتى هو جا لعندك، والجمهور ديال الوداد بقى مرابط تما حتى الكلينيك كيتسنى في 10 في 10 غادي يوقع لك شي. وتا الدراري ديال الوداد كلهم جاو بدون استثناء، كل شيء جا، لا ايوب الكعبي، لا النقاش، لا نصير، كلهم جاو بدون استثناء.
ناهيري وقفوا معايا ودوا معايا وصراحة شن... خير في مختار والله، كيف كنقول الحمد لله جات الحمد لله الحمد لله. مراها سمعنا واحد، لقيتها ماشي سمعنا، قرينا، لان دابا الصحافه الالكترونيه والصحافه عامه وداك الشيء بالخطرات كي تيتسوقوا لشي اخبار اللي تقدر تكون تقدر ما تكونش، حتى هما المصدر الله اعلم. بالنسبه لواحد لقيته قالوا ان اشرف داري كيعاني من الاهمال، ما لا كيسولوش فيه، مورا الضربه دازت واحد شهر 20 يوم دو تيقولوا اشرف داري يعاني من الاهمال، كاين هذا الشيء ولا لا؟ لا ما كاينش هادشي بتاتا. انا كنت كندير لا ريديكاسيون ديالي، كنت كنديرها في درب غلف، درب غلف في شارع عبد المؤمن. شويه دوزت لي طاب الاولى، شويه مشيت كنديرها في تايتشي عند واحد الدري اسامه، هو عاوني بزاف صراحه باش رجعت بحال هكا. هو اللي كان كيخدم مع الحفيظي، كان كيخدم مع الدراري كاملين ديال الوداد ولا ديال الرجاء صافي. وبقيت كنخدم لا ريديكاسيون، وحتى البريزيدون حتى هو دويت معاه، قلت ليه بريزيدون راه خصني بالشهاده. قال لي شوف، قال لي انا كل شيء غادي نتكلف به، وعطاني فلوس اسبيس طام لي، وقال لي سير خلص الريديكاسيون ديالك صافي. والحمد لله الامور دارت مزيان. دونك هذاك الشيء لا اساس له من الصحه لا كيف كنقولوا، اساس ما له كاينش من الكذب، الصحه، ما كاينش الاخبار، لا قام الناس لا لا من الجمهور لا من مكونات الوداد ولا الرئيس، كل شيء بقى كيتصل في التليفون تيشوف الحاله ديالك متبعه، ما كل كاينش شيء عيط لي. لا لا مجيد البرناكي، لا 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 امين المال، كل شيء عيطوا لي، كل شيء مسولو. دابا لا ريدوكاسيون بديتي فيها تقريبا، دابا شحال تقريبا الوقت باش بديتي؟ حيت انت كتبع لي فيديو ديالك ماشي بزاف دابا باش بديتي دابا كتحرك. شي 4 mois et demi بحال هكا. والامور فين واصله دابا بالنسبه لا ريدوكاسيون، بالنسبه ليطا فيزيك ديالك كله اون جينيرال؟ لا مزيان، الامور مزيان. كنجري، كنخدم شويه ديال الفيفاسيتي، كنحاول انني اكثر ان رونفورسي الموسكل. مزيان بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد تحسن. لله الحمد لله اخويا، الله يجيب الشفاء ان شاء الله، امين الله يا ربي. يرجعك للملاعب، آمين والله يرجعك للرياضة اللي كتبغي والحرفة، آمين لأن أنت لاعب محترف ماشي آمين لاعب. شي واحد كان كيتصل بك يا اخويا صاحبي وي خويا، كيعيطوا لنا في التليفون. اشرف مزيان، مزيان دابا، دابا مزيان مزيان، دابا مزيان، مشات واحد الوقيته. وي مزيان. هذا شي واحد كان كيعيط لك ايوه وقيله؟ لا وي وي في التليفون. قادرين، واش قادرين اللي كان كيعيط لك ولا شكون؟ لا لا شي واحد كان كيعيط لي في التليفون. هذا شي واحد تيتفرج فيك، انا باغي فيك الخدمه. بغي يخسر اللايف. تتسالي باغي يخسر، تتسالي ليه قلت لي حيط لي ديك الساعه؟ قلت لك اخويا من تما دونك الحمد لله الامور غاديه بسلام، كترجع لا كونديسيون فيزيك ديالك بشويه بشويه، بديتي كتوصل في الميسك، في الميسك ديالك اكثر، كيفاش كتحس براسك دابا ليطا فيزيك ديالك كيفاش غادي؟ الضربه ما بقيتش كتحس بها، الركبه الحمد لله بدات كترجع الامور المجاري ديالها، عاودتينا دابا ليطا ديالك اون جينيرال كيفاش غادي؟ لا مزيان دابا بخير. كنجري، كنخدم شويه بالبالون، كنحاول انني ندير سبرينت. دابا بقى عندي مشكل في السبرينت، كنحاول انني نخدم على سبرينت، ولكن الحمد لله الامور مزيان مزيان الحمد لله. واحد اخت قالت لك اشرف شعل الضوء ما بقيتيش كتبان مزيان. دابا مزيان. لا ما بقيتش كتبان مزيان، وقيل الضوء ناقص شي شويه في هذيك البلايصه، بدلتي البلاصه؟ لا مزيان دابا. دابا مزيان، دابا احسن، دابا احسن، دابا احسن. دونك اخويا اشرف الحمد لله الامور غاديه بسلام، كترجع شويه بشويه دقه دقه، كتحس براسك الحمد لله غادي،
امور كتحسن تقريبا انت في راسك الا كانت البطوله والتشامبيونز ليغ غادي يرجعوا في شهر 6 شهر 5 شهر 6 ولا شهر 7 هتلقى هتحس براسك غادي تكون قادر ان شاء الله انك ترجع للتيران وتلعب كره ما كاينش مشكل. والحمد لله الحمد لله الى وخصنا نشوفوا بعدا الوقت ديال امتى غادي ترجع، امتى غادي نرجعوا نلعبوا. نورمالمون دو موا ان شاء الله نكون بخي انني نلعب ان شاء الله. هذه المشاورات مع الاطباء ديالك وداك الشيء وما تيقولوا لك وي يعني دو موا تكون ان شاء الله ان شاء الله موجود. بخي. واش ان شاء الله دونك هاد لا بيريود ديال الكونفينمون عاونتك بزاف لان بزاف قلنا كل شيء واقف بزاف. استغليتي الوقت ضربتي فيها تماره مزيان. وي خدمت مزيان، شاك جور كندير لا ريديكاسيون ديالي مزيان، عاونتني بزاف بزاف. ومع لو جروب الدراري كيفاش كديروا دابا باقي اون كونتاكت مع لونترينور غاريدو الدراري كاملين كيفاش كديروا بالنسبه للزونترينمون بالنسبه للفيديو كونفيرونس كديروا شي جروب واتساب كتقاسموا فيه وي لي عندنا لو جروب واتساب كنخدموا فيه، كان كي الكوتش كيعطينا شي اكزرسيس نخدموا عليه، كيعطينا واحد لو بلان اننا نبقاو نتمشوا عليه في لا سيمين كامله. كان بعض المرات كنصيفط ليه لي فيديو ديالي كيبغي يشوفهم فاش وصل فاش شنو تخدم، تيقول لي شنو تخدم مزيان. لا بخير.